الخير لك المشاهدين ام تي في. صباح الخير فادي. صباح نور، كيفك؟ وين ما بتروح وين ما بتجي بتسمع نق على الشوب وتو ماتش، وش راح يصير جمعة الجاي؟ هلا اليوم بتتغير الحرارة، معقول تتغير؟ معقول تشتي؟ بترجع بتقرا اخبار بتشوف انه بمنطقة مش كتير بعيدة يعني باليونان نفس الحوض البحر المتوسط اعصار شيل الاماكن مثل ما هي وتسبب بمقتل ناس، بترجع بتقرا بغير مكان بسيسلي وبأماكن غيرها بايطاليا كمان صار في اشياء غريبة. هلا طول عمره في بالصيف عصير، في شتوية، في شتوات، في ولكن بركي مش بالقوة اللي عم نشوفهم. أكيد في تغير مناخي، أكيد في global warming هذا كل العالم عم تحكي عنه وكل العالم عم تلاحقه ولازم نحن نبلش نخفف. ما بقى فينا نسكر عيوننا ودينينا. هلا في دراسة بتقول انه من الاشياء اللي ممكن تساعد ويلي بركي ارخص شيء، لانه بتعرف في اساليب كثيره، شيء بيقول لك انه بناخذ الكربون بنضخه تحت بالصخر تحت المي، شيء بيقول لك بنعمل ما بعرف شو، اساليب غاليه واساليب مش اكيد بتعطي نتيجه. ودراسة مؤخرا قالت انه بركي اهين شيء واوفر شيء نزرع كميات هائلة من الأشجار. عم نحكي كميات يعني بمنطقة قد أمريكا ولكن بكل يعني. بكل إيه بكل أنحاء العالم، إنه برضو هيدا أرخص شيء وبيعطي نتيجة معينة. هلأ لازم نعرف إنه مش كل الأشجار، في أشجار لازم تكون من المنطقة، لازم يكون في تنوع من الأشجار، ما فينا نزرع بس مثلا إيكاليبتوس أو بس نوع معين، لازم يكون في تنوع أشجار كرمال تنوع البيئي يكون موجود وكرمال ناخذ إفادة جيدة. لما بنزرع الزهور ديكوراتيف هذه ما بتعطي نتيجة، أشياء بنسقيها على طول بتموت بالشتاء بنرجع بنزرع غيرها، يعني لازم يكون في غابات، لازم يكون في مساحات، لازم يكون في مثل ما قلنا تنوع من الأشجار. لازم نسأل مارك، لازم نسأل مارك. بنحكي كثير عن هالموضوع، بس الفكرة ليه طرحت هذا الموضوع؟ أنت بتصيف بكسروين وأنا بصيف بكسروين، نحن اثنيناتنا مش من فوق، اثنيناتنا اخترنا هالمناطق. بتلاحظ لما تطلع إنه صار في كميات كثيرة من العمار، في طرقات جديدة، وهذا شيء منه عاطل، بالعكس، ولكن عم بتخف الأشجار. وبتلاحظ كمان إنه بالزمانات كان الناس تصيف بركة بسهيلة، كانت تلة، هلا صار تطلع على عجلتون، هلا عجلتون ما بقى تكفي، بدك تطلع اكثر لفوق. مزبوط. لانه مزبوط. صار في كثير سيارات، صار في كثير ناس، صار في كثير بيتون، بتحس الشوب عم بيطلع، صار في كثير بيتون. بس هيك اقتراح، يا ريت هالبلدات مش بس بكسروين، بكل المناطق، ولكن البلديات تتجمع وتقول خلينا نزرع 5-7 بلديات 100,000 شجره متنوعين، ما بتكلف كثير. انا اكيد انه في ناس فيها تساعد، واصلا البلديات يعني عم نحكي بمبالغ على 4-5-6 سنين ممكن ومفروض تقدر تأمنها. بتحافظوا على مناطقكم، بتحافظوا على المناخ شوية، بتخلوا البرودات تبقى وبتخلوا قيمة بهالمناطق، يعني حش بس كسرات وطرقات وبيتون، إنه لا كمان يكون في، علما إنه في كتير بلديات تعمل شغل حلو كتير نشاطات، بس كمان بتحافظ على مناطقها، ولكن لازم يكون في كمية أشجار أكتر. صح. مش كافي، كمان بدنا نخفف انبعاثات السي او 2، كمان بدنا ننتبه شوي على مصروفنا للطاقه، ولكن مبادره بعتقد فيها تعطي نتيجه بلبنان. اكيد اكيد. ومنزيد من هذا كنت عم بقول لك نسبه الخضار اللي كنا نحن فينا نقول كان لبنان الاخضر او عم تقل، عم تقل من 13% لمساحات الخضراء اكزاكتلي، نزلنا كثير تحت ال 10%. نحن رح نحكي اليوم بنيتشر مع مارك، عم تحكي عن مارك عن بركي هيك الميستريز بالطبيعه، يعني شويه هيك اخبار مهضومه، رح نعمل انفستيجيشنز على ليش اشياء بتصير بالطبيعه، رح نحكي عن تربيه التوأم بفاميلي. نهارنا ما رح يكون كثير طويل لانه رح ننتقل بعدين لبث مباشر من 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 عند من البرلمان طبعا لنشوف شو عم بيصير بالبلد، ولكن رح نقلع بالفقرات اللي بتعرفوها بعد اب تو ديت. بنحكي انت وانا تكنولوجي، في عندك اشياء جديده اكيد. صحيح، بشكل كثير مهم لانه رح نحكي شوي كمان، بتعرف انه لانه كل شيء عم بيصير بهالمناخ وعم تتغير الطبيعه، بتقل المي بال فينا نقول بالبحيرات بالانهار، كل هدول الامور كيف بدنا نعالجها او كيف بدنا نرجع نحصل على مي من البحر نقدر نستعملها تكون صالحه للشرب حتى. سوبر، خلينا نقلع لك نهارنا سوا.
أول خبرية بي أب تو ديت، يعني ما راح تفرفح القلب ولكن لازم نحكي عن هالأمور. بيعاني المزيد من الأشخاص من الجوع بالعالم بسبب النزاعات والاختلالات المناخية، وقد ارتفع عددهم من 811 مليون سنة 2017 ل 821.6 مليون سنة 2018، يعني بسنة واحدة، بحسب التقرير السنوي للأمم المتحدة. الجماعات المتطرفة تلجأ للتجويع كسلاح لزرع الفتن وتوسيع صفوفها بحسب الأمم المتحدة كمان. وبعد سنوات من الانخفاض يسجل للعام الثالث على التوالي اشتداد بنقص التغذية حول العالم. بعد إحصاء الأشخاص يلي بيعانوا من الجوع ويلي تحت وطأة انعدام الأمن الغذائي، توصلت الأمم المتحدة لنتيجة بتقريرها السنوي بيقول أنه أكثر من ملياري شخص، 8% منهم بأمريكا الشمالية وأوروبا، ما بينتفعوا بانتظام من أغذية سليمة وذات قيمة غذائية عالية وحتى بكميات كافية. أشرفت منظمة الأغذية والزراعة على الأمم المتحدة الفاو على إعداد هالتقرير بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. هلأ بتقرير منفصل نشر التنين، أفادت منظمة أوكسفام الغير حكومية بأنه وطأة انعدام الأمن الغذائي هي أكثر شدة على النساء من على الرجال. وبحسب مستند الأمم المتحدة لا يزال نقص التغذية منتشر بعدة قارات، وهو بيطال مثلا حوالي 20% من سكان قارة إفريقيا، أكثر من 12% بآسيا، وأقل من 7% بأمريكا اللاتينية. واعتبرت الفاو من جهتها أنه الجهود المبذولة غير كافية لتحقيق الهدف القادم بالتخفيض للنص عدد الأطفال يلي بيعانوا من تأخر بالنمو. هذا الهدف يلي كانوا حاطينه يوصلوا له بال 2030. هالمشكلة يلي بتطال اليوم 149 مليون طفل. تتشوف قديش ما في عدل بالعالم. رح خبرك عن مين أغنى شخص بالعالم، مين كان مين صار، وهو فرنسا بالوقت الحاضر صار بالمرتبة الثانية، جاء محل بيل غيتس إذا بتتذكر. لوكجري جاي اكزاكت برنار أغنو 70 سنة مؤسس أطاح ب مؤسس شركة مايكروسوفت. هلا رح أقول لك إيه، لأنه بيل غيتس كان نمبر 2 وأغنى رجل بالعالم هو جيف بيزوس مؤسس الأمازون. اكزاكتلي وهذا كله تصنيف مؤشر بلومبرغ بليونيرز اندكس اللي بلش من حوالي 7 سنين. عم بتقول سي ان ان انه هاي المره الاولى اللي بيخرج فيها بيل غيتس من المركزين الاول والثاني. اوكي، يعني هلا صار المركز الثالث، عنده مشكله كثير كبيره. ما بعتقد عنده مشكله. بيل غيتس من اكثر الاشخاص اللي وزعوا اموال بال 15 20 سنه الماضيين. يعني بروبلي بتقول ثروة أرنو الصافية هي حوالي 108 مليار دولار. 108 وهذا بعد ما أضاف 39 مليار دولار بالسنة الماضية. وبيل غيتس تقدر ثروته ب 107 مليار. بس هذا قبل أو بعد ما قدم أموال إعادة بناء كنيسة نوتردام؟ لا لا، هلا هو أغنى واحد. أوكي. من بعد حتى. أوكي. anything else بهالخبر؟ لا هذه هي خلاص حطيت لنا شو فرق مليار. فرق مليار بسيطه. عينت اكاديميه القوات الجويه باليونان اول امراه رئيسا لها بيوم مهم بتاريخ اليونان كما وصفته الصحافه اليونانيه. شهد الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس وكوكب من المسؤولين والسياسيين وممثلي وزاره الدفاع الوطني حفل تقلد المنصب. ذكرت صحيفة Greek Reporter على الإنترنت أنه الكابتن مارينا كونستانتينو التحقت بالأكاديمية عام 2016 وحصلت على وسام التميز بفصلها، وبعد 3 سنوات وبحفل تنصيبها سلم رئيس قسم الضباط الطيارين لعام 2019 العلم العسكري ومنحها رتبة نائب ورئيسة الأكاديمية لتصبح أول امرأة على الإطلاق تتولى منصب رئيسة الأكاديمية الجوية باليونان. بذلك بتشكل الكابتن اليوناني اسم جديد بتاريخ الإنجازات النسائية حول العالم، لا يعني تثبت مرة جديدة أنه النساء قادرات أنه يأخذوا أعلى المناصب ويشغلوها ويكونوا ناجحين جدا فيها. مظبوط، كتير مهمة إن شاء الله. كمان عنا تزيد إذا بدك هالظاهرة. رح نقول أكثر شوارع انحدارا بالعالم كان في، ما بعرف ليه بيعملوها هيدي بجينيس بوك، أعلنت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية شارع متعرج بشمال ويلز بإنجلترا هو أكثر شوارع العالم انحداراً، وبيصل انحدار فورت بنليك في مدينة هارلك.
التاريخية 37%، يعني بعتقد لما بتطلع مثلا لبوسات او لكرسي لازم ما بعتقد تطلع اكثر من 7% او شيء من هالنوع، فعندك هون 37.45%. هيدي بالمقارنه عم نحكي بسموها مثلا بالمقارنه بنسبه 35% اللي كانت من نصيب شارع بولدوين بنيوزيلند اللي كان هو قبل نمبر 1. والفكره وين هي الفكره الاساسيه؟ انه من وراء هالريكورد اللي اخذوه بجينيس بوك بولدوين اجى سواح كثير وكثير ناس زاروا هالشارع بالتحديد لانه صار بموسوعه جينيس. وهون هلا عم بيرجعوا يتمنوا كمان بويلز بهال هالشارع انه كمان يجذب هالسواح لحتى يرجع تنتعش المدينه عندهم. طول فترة حكمة سافرت الملكة إليزابيث الثانية لجميع أنحاء العالم، حتى باتت تعرف بأكثر ملكة سافرت بالمملكة المتحدة وتناولت الطعام بأكثر أركان الأرض غرابة. زارت الملكة العديد من قادة العالم وذوقت عينات لا تحصى من المأكولات والأطباق. قد يتساءل الكثير من الناس شو بتحب تاكل؟ إذ أن لم تكشف أبدا عن طعامها المفضل لسبب ذكي كتير. بتعرف ليش فادي؟ لا، هي بتقول انه اذا بقلكم شو بحب بصير كل ما بدي اسافر وكل ما تعزموني بتعملوا لي نفس الشيء. فعلى قليله هيك بدوق كثير اشياء. بعد ما غطى اكثر من 20 رحله ملكيه، جوردن رينر المراسل الملكي السابق قال انه هناك وجبه خفيفه لذيذه يعرف انه الملكه تستمتع فيها ودائما ما بتاخذها معها لما تسافر. بحسب ما ذكر موقع ميرور البريطاني، قال كمان دارين ماكريدي انه الطاهي هو الطاهي الشخصي السابق للملكه اليزابيث ومؤلف كتاب ايتينج رويلي، انه من الاشياء اللي بتنطبخ كذا مره بالنهار بقصر باكنغهام هو بسكوي جاتو بسكوي وشوكولا، انه الملكه كل يوم بتاكل شقفه صغيره لحد ما يخلص هالجاتو، انه هول من الاشياء اللي على طول ان برودكشن بالمطبخ الملكي. وفي شغله ثانيه بتحبها كثير الملكه كمان هو الداندي كيك. عملت ريسيرش ما كنت سامع فيها هذا. الداندي كيك هو سكوتش كيك معمول من الزبيب والفواكه المجففه واللوز، بقى هيدا كمان ديزرت بشبه شوي الانجليش كيك يعني بس زيد عليه. اوكي، صوره اليوم يعني النهار الثلاثاء شهد لبنان عمليه خسوف جزئي للقمر، وراح نشوف هالصوره يلي من عدسه ميشيل حلاق مصور عبر موقع النهار. مش كلنا قدرنا او مش كلنا كنا عارفين هالمره، صح، بس كانوا المشاهد جميله جدا. ثانك يو فادي، رح ناخذ بريك ونكمل مع فادي بتكنولوجي.